وسام واحدة من الطالبات اللواتي تحصلن على شهادة البكالوريا لهذا العام. اليوم تطأ أقدامها الجامعة لأول مرة في إطار الأبواب المفتوحة بهدف توجيهها للتخصص الذي ترغب فيه حسب معدلها. جبت الباك تاعي سيونتيفيك ب 11.57. اليوم سمعت بلي الأبواب مفتوحة، دونك جيت ندور في الجامعات. كان استقبال تري بيان، المام كي هدرت معاهم شفت التوجه تاعي وين راهو رايح، عاونوني بزاف. العملية خصصت لها جامعة الجزائر 3 طاقما إداريا وبيداغوجيا لضمان أحسن توجيه للطلبة الجدد استعدادا لبداية التسجيلات الأولية. فيه هنايا طاقم إداري وبيداغوجي مستعدين كامل الاستعداد من أجل الترحيب واستقبال أبنائنا الطلبة الجدد، من أجل إعطائهم كامل المعلومات الخاصة بجامعة الجزائر 3 فيما يخص التخصصات، فيما يخص نوع الدراسة إلى آخره. الأبواب المفتوحة على مؤسسات التعليم العالي من شأنها المساهمة في تفادي اختيار تخصص لا يلائم رغبة الطالب. في انتظار البدء في عملية التسجيل الأولي ابتداء من 26 لغاية 28 جويلية،